للأسف أستاذ طلال، أنت عندك إصابة بالعمود الفقري ولازم تسوي عملية. شلون؟ عملية؟ ما قلنا شيء، قلنا عملية ما قلنا سرطان. والعملية هذه صعبة يا دكتور؟ والله ما ببسطها ولا بصعبها، هي عملية مثل كل هالعمليات هذه، وسمعت المستشفى في مثل هالعمليات هاي وايد ممتازة. وش كثر نسبة نجاحها؟ 70%، بس لازم يسويها. وإذا رفضت؟ التأخير مو في صالحك، كل ما أسرعت في إجراء العملية كان أحسن لك. نصيحتي لك أنك تسويها، في النهاية القرار راجع لك أنت، أنت صاحب القرار. وإذا ما نجحت العملية شو اللي راح يصير؟ تفاءلوا بالخير تجدوه، التشاؤم مو في صالحك. أنا قاعد أسألك، إذا ما نجحت العملية شو اللي راح يصير؟ بتنشل. للأسف لازم أكون واضح وصريح وياك. انشل يعني تبيني أعيش مثل تهاني، عايش على كرسي؟ ما راح أسوي العملية، تسمعني عدل، ما راح أسوي العملية ماجد، ما راح أسويها. دكتور ممكن تفهمني الوضع أكثر؟ ترى إذا أنا فهمت أقدر أقنعه إن شاء الله. تفضل وياي. تفضل. ما راح تقنعني بولا شيء دكتور، ما راح اسويها. اكتبوا لي اوراق خروج بطلع من هني، ما راح اسوي عمليه. تفهم انت وياه ولا لا؟ اخ ما راح اسويها ماجد. يا فايز، من غير رف ودوران انا ودي اسافر اغير جو. ليش؟ حس نفسي متضايق ومخنوم، الظروف اللي مريت فيها وانت اخبر فيها والمشاكل اللي واجهتني، لازم اسافر اغير جو. الله يكون في عونك، فعلا انت مريت في ظروف جدا قاسيه، لو انا مكانك كان من زمان مسافر يا ريال. غير جو، سويت رحله استجمام، رجعت فرش على الاقل. اقدر؟ طبعا تقدر، اذا النيه موجوده والمال متوفر امورك طيبه، توكل على الله. اي بس شركه النورس والبضاعه والتاخير اللي علينا. اوه، ليكون انا ما قلت لك عن زوجتك سعاد. ايش فيها سعاد؟ حلت المشاكل كلها مع شركه النورس، وردت البضاعة لشركة النورس، والبضاعة اللي خبرك في المينا رجعتها مصدرها، يعني خلاص ما عندك أي مشكلة مع شركة النورس. متى صار هالشيء؟ هذا الشيء صار من زمان. تعال ليكون أنتم مختلفين مع بعض. لا لا، الحمد لله ما في خلاف بيننا، بس تدري أنا اشتغلت مع بنتي وهي تدير الشركة، أو حبت تسوي لي مفاجأة وأنا ما أدري. يلا قم قم خلنا نمشي. سعد وينه؟ ما شفته في مكتبه. طلع راح المستشفى يزور الأستاذ طلال. يزور الأستاذ طلال. شكرا حبيبتي. ألو سعد، شلونك؟ وينك في المستشفى الحين؟ طمني، شلون الأستاذ طلال؟ إن شاء الله أحسن. سعد بطلب منك طلب، إذا يا الأستاذ نواف على طول خبرني. طيب مشكور، يعطيك العافية، مع السلامة. لا تخاف يا طلال، الدكتور طمني وقال لي إن العملية سهلة، كل سهلة يعني، يقول إنه مسويها أكثر من 20 مرة، لا تخاف. ما شاء الله عليك يا دكتور ماجد، هالطيبة والحنية اللي بقلبك تخدع فيها الناس مو أنا. لأني فاهمك زين، لأني فاهمك زين أقول لك إياها كلمة واحدة وما في غيرها، أنا ما راح أسوي العملية. تسمعني عدل، ما راح أسوي العملية. راح تسويها يا طلال، راح تسويها، أنا راح أجبرك إنك تسويها ولو بالقوة أي إن كانت النتائج، ما راح اسويها. تسمعني عدل ولا لا؟ تدري ليش؟ ليش؟ لاني مو واثق فيك، لا انت ولا هالمستشفى. كلكم متعاونين علي، كلكم تبون تشلوني لكن مو عارفين شلون. طلال انتبه حق كلامك. ها انتبه،
لا ومنت بعدل بعد. تقدر تقول لي ليش الدكتور كان وايد مطمني على حالتي الصحية لين ما شاف أمل وتهاني؟ عقبها قال إنك أنت محتاج عملية. الحين إيش دخل أمل وتهاني في هالموضوع؟ الدكتور طلع صديق قديم حق أمل. شلون؟ صديق قديم الأمل؟ أنت من قال لك الكلام؟ ما شاء الله عليك مسوي نفسك بريء ما تدري عن شيء. اسمعني عدل، تروح الحين وتجهز أوراق خروج من المستشفى. ما راح أتم ولا دقيقة، والعملية ما راح أسويها فاهم ولا لا؟ أخلص بسرعة ماجد. علي ها شلون الحين؟ أهدى؟ للأسف متوتر ورافض يسوي العملية. أنا ما أدري ليش هو رافض يسوي هالعملية، وضعه خطر يا جماعة، لازم تفهمون هالكلام، لازم يسوي العملية. يأست منه، كلمته ما في فايدة. أنا بحاول أكلمه، اقتنع اقتنع، ما اقتنع هو يتحمل قراراته بيده، عن إذنكم. أمل، أنت مو تعرفين هالدكتور؟ الدكتور رفيج أخوي من زمان، كان يزورنا بالبيت. ليش تسأل؟ لا ولا شيء، بس طلال عرف انكم تعرفونه من زمان يعني. خير يا طير يعني نعرف الدكتور، ماكو شيء يخش على الناس، دكتور ونعرفه. بعدين شنو علاقة معرفتنا بالدكتور في اللي صار فيه؟ ما له علاقة. انا من رايي ننقله من هالمستشفى ونخلي الدكتور ثاني يسوي له العملية. ليش؟ هو يبي كذي، وانا شايف ان هذا هو انسب حل. حل حل شنو؟ بصراحة يا أمل، طلال شاك إن أنت وأختك قاعدين تتآمرون مع الدكتور علشان تشلونه انتقام من التهاني. لا هذا ين رسميا اللي سوى كذي، أكيد ين ماجد، لا يكون أنت كذي بحد. استغفر الله العظيم، معقولة أنا أفكر بهالطريقة؟ بس بس شنو؟ أمل لا سمح الله، لا سمح الله لو فشلت العملية، في قوة في الكون تقدر تقنع طلال ان الكل ما كانوا متامرين ضده علشان يشلونه. زين شو اسوي الحين؟ ما في الا ننقله من هالمستشفى ونخلي دكتور ثاني يسوي له العمليه، هذا هو افضل واحسن حل. ليش ما قلتي لي؟ حد يقول لي عاد فايز ما قالت لك زوجتك؟ طلعتيني كلش ما افهم شيء، صقرتيني كني ياهل. الحين بدل ما تتاسف لي وتشكرني لاني طلعتك من الورطه اللي انت فيها، جاي تعاتبني وتلومني؟ ما أقول غير الله يسامحك. لا قوليلي يعني، لا تسويني أنا كني مسبح رايح يلاي مينون ولا أدري عن شيء، بس علميني. أنت ما عطيتني فتشة، قلت لك انطر في موضوع مهم بكلمك فيه، طنشني ومشيت. أنا عمري ما تناقشت معاك في موضوع إلا طلعتيني أنا الغلطان من ساسي لراسي. أنت مصنوعة من شنو؟ الله يسامحك بس يا أبو ناصر، أنا تقول عني هالكلام؟ عموما إذا يرضيك أني أكون أنا اللي غلطانة، خلاص أقولك أنا غلطانة، حقك علي، سامحني، يرضيك كذي؟ سامحتك خلاص، بس قولي لي أنت شلون طلعتيني من هالورطة وليش؟ لما عرفت بالورطة اتصلت في عملائنا برا وخليتهم يدزون لنا البضاعة، والبضاعة اللي كانت محجوزة في المينة رديتها لأصحابها. إي بس أنا حاولت أرجعها لهم ما رضوا. إي بس أنا سويت معاهم عقد جديد وعطيتهم إنذار وقلت لهم إذا ما شالوا البضاعة بلغي العقد، بكذي رديتها. هذا اولا. اما ليش؟ فاخاف اقول لك ما تصدق. لا قولي يا بصدقك، قولي. لاني احبك، وهذه مو اول مره يا ابو ناصر اوقف معاك، مستحيل اشوفك متورط وهدك، انا وايد وقفت معاك. تحب اذكرك ولا انت متذكر بروحك؟ يعني انا سعاد يعني انا مفكر اني انا اسافر اغير جو واشوف ان اعصابي وايد تعبانه. بتروح لندن؟ لندن؟ من يوم سيرت لندن؟ لا سلامتك، بس كذي يعني اسم وطر على بالي. زين ايش رايك نسافر مع بعض؟ لا انا الحين بروح بنفسي، والسفره الجايه ان شاء الله اوديك معي ولا يهمك. انت شايف ان الوقت مناسب تتركنا وتسافر؟ يعني تشوفين انا عندي شغل، وجودي كعدم نفس الشيء يعني، على اذنك.
الظاهر خوفك مو من العمليه، من الدكتور اللي بيسوي العمليه. شوف دكتور، انا ما بيني وبينك شيء، لكن طليقتي تهاني واختها محمليني مسؤوليه اللي صار فيها، وهذا اللي مخليني اشلك. صح ولا لا يا استاذ طلال؟ انا عدوي اللي هو عدوي واجبي يحتم علي اذا كان مريض اني اعالجه. على العموم شوفوا لكم دكتور ثاني تتعاملون معاه يكون افضل. حقك علي يا دكتور، سامحه، ترى الوضع اللي مفهوم. مفهوم دكتور. عموما انا ما اقدر اطلع من المستشفى، شوفوا لكم دكتور ثاني ومستشفى ثاني تثقون فيه. صراحه انا ما اقدر اطلع على مسؤوليتي واتحمل مسؤوليته. ليش يا دكتور؟ اي حركه ممكن تاذيه، وانت تعرف يا دكتور انا ما فيني اتحمل هالمسؤوليه. شوفوا مستشفى ثاني تنقلوه وانا ما عندي مشكله. عن اذنك. ايش فيك؟ احد يتكلم مع الدكتور بالطريقه هذه؟ المجامله هذه اللي انت عايش فيها خلها مع احد ثاني، صحتي اهم من المجامله هذه. شوف لي اي دكتور ثاني وانقلني من هالمستشفى بسرعه. الله يهديك يا طلال، الله يهديك. يبا انا بصراحه ما ابي ازعجك، بس انا معترفه اني غلطت ورحت زرت طلال، واوعدك يا يبا هذه اخر مره بعد اسوي شيء من غير شورك. انا ماني فاهم انت ليش رحتي زرتي هذا واحد. يبا اعرف كل الكلام اللي راح تقوله وكل شيء اللي بتقوله معك حق فيه، بس يا يبا. بس شنو؟ بس انا يا يبا انا عايشه بدوامه، كل واحد فيكم داخله ماضي انا ما ادري عنه. اصدق كلامك، اصدق كلام سعاد، اصدق كلام طلال. الا طلال لا تصدقينه كلش، هذا كذاب. اذا يا يبا هو اعترف لي بكل شيء وقال لي عن ذنوبه وقال لي انا راح اتوب على كل شيء اللي سواه، شو بتقول؟ وصدقتي؟ هذا الولد والكذب فيه. اذا الذيب تاب عن اكل اللحوم هذا يتوب. طلال هذا وين طلع لنا؟ من وين يي؟ من وين يي؟ شلون دخل في حياتنا شلون؟ هو قال لي يا يبا انه فعلا طلال والجمال ابراهيم. طلال والجمال ابراهيم انا دعمته قدام عيني، شلون هذا يطلع طلال؟ هو قال لي يا يبا ان هذه نص الحقيقه. وشنو هي الحقيقه الكامله قولي؟ هو قال لي يا يبا بس انا ما فهمت عليه، بس اللي قال ان ابوه صالح. صالح؟ أيوة بتعرفه؟ لا ولا أعرف، أنا لا أعرف صالح ولا أعرف حد ولا عمري شفته ولا أعرف طلال بعد. إنزين يبا إذا ودك أروح أسأله. لا تحملي تروحين له، إذا سمعت إنك رحتي له أو كلمتيه يا ويلك بزعل منك. تامر أمر يبا. الو. نعم صاير، ومتى صار هالشيء؟ يلا يلا انا جاي. يلا على وين يبا؟ مشوار صغير وبرجع. هذه الاوراق حبيبتي تودونها للمطبعه. يعطيك العافيه. هلا هلا سعد، وصل؟ طيب زين انا جاي، مع السلامة. ايش فيك؟ خايف جبان؟ ايش صاير؟ هقول لحضرتك، من كم يوم انا واقف في البلكونة عندي بصيت كده حسيت انه في حاجة بتلعب في البيت، قمت انا حققت قوي، حققت ما شفتش حاجة، دخلت الصالون لبست نظارتي ورجعت قعدت احقق مرة تانية ما شفتش حاجة. اخاف يا ابو شاكر، بس انت كبرت وقامت روالك. انا برضو قلت كده، لكن امبارح بالليل كنت لابس نظارتي
وبصيت بالبلكونه بالليل لقيت حد بيتحرك في الجنينه، فجريت عشان امسكه، فكرته حرامي. واذا بيه، واذا بك طبعا لحقته ومسكته. لا، هرب. جريت لباب الفيلا عشان الحقه، ما لحقتوش، اختفى. وشلون اختفى؟ مش عارف. شويه واذا بيا بسمع اصوات وهرج ومرج في البيت. بعد كده لقيت واحد بيتمشى في غرفة النوم وقاعد يضحك. شفته قاعد ولا راقد ومتغطي؟ مشغل مكيف ولا لا؟ تعبى في ملابسي في الدريسنج روم؟ انت صاحي ولا مجنون يا ابو شاكر؟ شلون يدش البيت والشباب يقول بيبان مسكره؟ شلون؟ والله حق بقى، انا قلت لك اللي فيها وانت تصرف بقى. زين ما في شيء مسروق داخل البيت؟ ما اعرفش والله. زين تعال تعال معي خلينا نشوف. تعال. لا يا عم لا، انا ما اجيش معاك، انا هقف هنا، ولولا حضرتك جيت ما كنتش دخلت البيت اصلا. خلاص خلاص انا بنفسي بنش. خلاص. عيش جبان تموت مستور، امال ايه؟ وين طلع؟ ياه تليفونه طلع. ما عرفت من اتصل عليه؟ لا ما عرفت، طلع بسرعة. ريم، أنا حاسة إن الأيام هذه وايد ابتعدنا عن بعض، أنا مو عارفة الأسباب. قولي لي شو اللي يريحك وأنا مستعدة أسويه. بصراحة أنا تعبانة من الوضع اللي إحنا فيه. سعاد، أنتِ تعرفين أنا ما أحب الغموض، ولا أحب الناس الغامضة. وانتي حضرتك لافه نفسك بالغموض، شغاله اوامر، سوي كذي ولا تسوين كذي، بدون ما تقولي لي شو السالفه ولا تفهميني شيء. يعني لو جاوبتك على الاسئله كلها اللي انتي تبينها تتردين ريم الاوليه؟ اكيد. ليش ما ارد؟ وجه الاختلاف اللي بيني وبينك هو طلال، صح؟ يعني هو مو كل شيء، بس طلال هو السبب الرئيسي. من طلال. طلال كان إنسان طيب وشهم، حتى هاني أخت أمل. أمل اللي رفيجتك اللي... أي رفيجتي اللي تشتغل بشركة النورس، بس تهاني ما كانت تبي، كانت تتهرب منه وتوخر عنه. ليش؟ لأنه كان توه متخرج جديد ويتيم، والدكتور ماجد هو اللي ساعده وهو اللي رباه لين خلص الجامعة. يعني هو صج ولد جمال إبراهيم؟ عاد شوفي، أنا قلت لك اللي أنا أعرفه، أما اللي أنا ما أعرفه فتقدرين تسألين غيري بهالموضوع. طيب ليش وافقت علي تهاني؟ لأنها حست إنه فعلاً طيب وإنه فعلاً يحبها. لكن طلال توقع إن تهاني وافقت عليه لأنه بيورث مبلغ كبير، ملايين. يعني السالفة هذه صحيحة؟ لا طبعاً، تهاني ما تهمها الفلوس، أصلاً ما كانت تدري إنه راح يورث المبلغ الكبير هذا. المهم تهاوش معاها وطاحت عن الدرج وانشلت. إنزين، وانتي ليش حاقده عليها الحقد كله؟ تبيني الحين يطق رفيجتي ويطيحها عن الدرج وتنشل بسبته؟ ما تبيني احقد عليه؟ الحين انا فهمت ليش حاقده عليه. بس انا اللي مو فاهمه طلال. طلال ليش حاقد على ابوي؟ شو اللي بيني وبينه؟ عاد السؤال هذا تسالينه ابوك، انا مالي شغل فيه. اما انا الحين بروح الشركه واقول حق ابوك يلحقني ضروري، مو تنسين؟ ان شاء الله. حق طمني، لقيت حاجة كده ولا كده؟ لقيت حاجة زي شنو يعني؟
حد يعني جوه ولا حاجه مسروقه ولا حاجه؟ ما في شيء مسروق، بس لقيت واحد وانا مار في الكرادور قال لي اهلين وسهلين مينونت، ما في شيء. ايه ده؟ يعني انا بيتهيأ لي كل ده؟ انا اقول نظف نظارتك عدل وغير النظاره. الله، يا معقول كل دي تهيؤات؟ طبعا ترى مالك. معقول تهيؤات؟ اسمح لي اقول لك انت غلطان يا اخوي. العملية لازم تسويها، وانا ضد سالفة تبديل الدكاترة. الحين فكني من العملية وطاري سيرة العملية. لأن بس قام لي وعشدي هالموضوع. قولي ايش صار مع الروبرتاج المراضي خلص؟ اظنه خلص. زين، وايد حلو. واكيد شفت نورة بالذمة، ايش رايك فيها؟ مو حبوبة مثل ما قلت لك، ومو هجومية مثل ما انت قلت. مرة نورة. مرة؟ ايش تقصد؟ ما فهمت. صدقني يا اخوي ما بالغ لو اقول ان المرة والكذب انخلقه بيوم واحد. ودي اضحك، ودي اضحك بس مو قادر، عوار ذابحني. تحسسنا احنا اللي كلنا شرفاء روما؟ انت اللي صدقني. لو يعطون حق كل شخص دفتر ويكذب فيه ويسجل الكذبات اللي كذبها باليوم الواحد، بينترس هالدفتر خلال اسبوع. قول لي انت كم دفتر يبي لك خلال سنه؟ زين. عيان الاستاذ الحين. انت ما قدامك الا العافيه ان شاء الله، واذا احتاج شيء كلمني امانه. مشكور. مشكور وما قصرت. وعم بعد عيد عليك لا تغير الدكتور وسوي العملية، لأن الدكتور راشد هو من أهم الأطباء، راح تكون محظوظ لو سوى لك هالعملية. ليش أنت تعرفه؟ أذكر أنه سوى عملية الواحد من رابع ونجحت الحمد لله. زين، وش رأيك بأمانته؟ أمين الريال؟ الشهادة لله، الرجال أمين جدا، وما في بأمانته ومهنيته وأخلاقه. أنت ارقد وآمن، خير رجال يشوف شغله. ما قدامك الا العافية ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور. مع السلامة يا اخوي. مع السلامة.